أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل من أصول الدين من جهتين. الجهة الأولى في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله بالامتثال والصدق في الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببذلها. وإن أعظم العبادات التي يتعبد بها العبد إلى الله عز وجل بعد أدائه الفرائض نشر العلم، كما قال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الذي افتتح المصنف هذا الكتاب بذكر اسمه، وذكر أنه أول من ألف في الأربعين. ذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: لا أعلم بعد الإسلام عبادة هي أفضل من نشر العلم. فالإنسان ينشر العلم ويعلم الناس الصغير والكبير البعيد والقريب، فإنها من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهذه من علامات خيرية هذه الأمة. فإن هذه الأمة يعلم السابق منها اللاحق والمتقدم المتأخر والأول للثاني، وما زالت هذه الأمة بخير ما كان العلم منتشرا بينها وظاهرا وبينا، وهو ظاهر إلى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين ظاهرين. فالعلم والدين والسنة والحق ظاهر إلى قيام الساعة. قاله الذي لا ينطق عن الهوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.